تتكون العزبوية من كنيسة صغيرة باسم القديسة العذراء مريم بالدور الأرضي للمقر، ويستقر على حامل الأيقونات الخشبي أيقونتان أثريتان للسيد المسيح له المجد والقديسة العذراء مريم، وحولهما أنبياء العهد القديم. أما عن ستر الهيكل فعليه أيقونة للقديسة العذراء مطرزة بخيوط صفراء مذهبة، ومكتوب عليها بالقبطي شيري نيمارية تيمس نوتي إثواب، أي السلام لك يا مريم القديسة والدة الإله. كما يوجد أعلى حامل الأيقونات صورة العشاء الرباني مكتوب أسفلها من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. ويظهر من الداخل السيد المسيح له المجد في حضن الآب جالسا على كرسي مجده وممسكا كرة العالم في يده، وحوله الأربع حيوانات غير المتجسدين. تضم كنيسة العذراء مريم بالعزبوية مجموعة جميلة من الأيقونات الأثرية، نقل بعضها من دير السريان والبعض الآخر تم العثور عليه
أثناء الترميمات الأخيرة التي شهدتها الكنيسة. وتتميز أيقونات العزبوية بما يسمى بأسلوب التمبرا، وهي تركيبة فنية من الألوان الترابية وصفار البيض. وقد تم الاستعانة بأخصائيين في ترميم تلك الأيقونات لتعود إلى ألوانها الأصلية الجميلة. أيقونة القديسة العذراء مريم الأثرية، أو كما يطلق عليها أيقونة العجائب أو الأيقونة المعجزية، أحضرها القمص عبد المسيح من دير السريان إلى المقر في فترة رئاسته للدير. توجد الأيقونة داخل مقصورة جميلة بالدور العلوي في العزبوية. أما عن ألوانها فهي تبعث على الإحساس بالدفء والوقار، ويقال إن تلك الأيقونة مأخوذة عن رسم للقديس لوقا الطبيب في القرن الأول الميلادي. تظهر في الأيقونة القديسة العذراء وهي حاملة للسيد المسيح له المجد على ركبتيها، وفي يديها الصولجان، ويظهر تحت قدمي المسيح القديس يوحنا المعمدان وهو طفل صغير، والذي قال عنه الكتاب المقدس: ها أنا ذا أرسل قدام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. كذلك يظهر بجواره حمل صغير يرمز للحمل الحقيقي يسوع المسيح له المجد، والذي تنبأ عنه يوحنا المعمدان حينما رآه قائلا: هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. نجد كذلك أمام مقصورة القديسة العذراء مريم بالعزبوية قنديل مصنوع من النحاس، وهو آية في الجمال. يستخدم في إنارة القنديل زيت الزيتون، إشارة إلى نعمة الله التي متى سكبت على القلب القاسي لينته، وعلى النفس المجروحة بالخطية ضمدت جراحاتها. ويحرص أباء الكنيسة على تغيير زيت القنديل من حين لآخر واستخدامه كبركة للزوار. أيقونة العماد، ويظهر فيها السيد المسيح له المجد غاطسا في المياه، ويوحنا المعمدان عن يساره، والأنبا فريج عن يمينه، ويرجع تاريخها إلى عام 1868 ميلادية، وهي من رسم أناستاس الرومي، وتتميز بما يسمى بأسلوب التمبرا، وهي تركيبة فنية من الألوان الترابية وصفار البيض. تضم أيضاً كنيسة العزبوية أيقونة أخرى أثرية للقديس العظيم الأنبا بسادة أسقف إبساي، وهو الذي استشهد على اسم سيده المسيح بعد عذابات مريرة على يد الملك دقلديانوس. أيقونة الملاك ميخائيل، ويظهر فيها رئيس الملائكة الجليل ميخائيل واقفا فوق الشيطان
وبيده اليمنى سيف وباليسرى ميزان، ومرتديا ملابس الجندية. وتعود تلك الأيقونة لعام 1868. كذلك يوجد أيقونة للقديس العظيم ماري جرجس، ويظهر فيها الشهيد ماري جرجس راكبا على جواده مرتديا ملابس الجندية وممسكا بحربة على هيئة صليب، ويطعن بها الشيطان. بينما الأميرة راقعة تصلي، أيقونة الشهيدة العفيفة دميانا، ويعود تاريخها للقرن السابع عشر، وتظهر فيها العفيفة دميانة ومعها الأربعون عذراء في ترتيب بديع وجميل.